مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من المساء اليمني، والتي نقف فيها على مستقبل تعز في ظل التحركات السياسية والميدانية ووضعها الإنساني والحقوقي. واسمحوا لي أن أرحب أيضا بضيفي هنا في الأستوديو الصحفي وليد البوكس. مساء الخير وليد. مساء النور، أهلا وسهلا. مرحبا بك. نبدأ بحلقتنا لهذا اليوم، حيث أكدت مصادر ميدانية أن المقاومة الشعبية بتعز أحرزت تقدما في طريق عقان تعز. وقالت المصادر إن المقاومة تمكنت من دحر الميليشيا من المناطق التي تربطها بعدن. أتت هذه التطورات بعد تصريح العميد سمير الحاج الناطق باسم المقاومة في تعز عن وجود تنسيق بين المقاومة والمنطقة العسكرية الرابعة بعدن لحصار ميليشيا الحوثي. وتؤكد الوقائع الميدانية أن تعز هي المدينة الثانية التي تحرس ميليشيا الحوثي على عدم خسرانها بعد عدن. وتشير التحركات السياسية والميدانية للشرعية أن تعز في طور التحضير لتحريرها من ميليشيا الحوثي، وبدأت المواجهات بين الميليشيا وتعز في منتصف شهر مارس، وتطورت لتصبح معارك وجود بين المقاومة والميليشيا. وقامت الميليشيا خلالها بفرض حصار اقتصادي وعسكري على المدينة، وقصفت عشوائيا الأحياء السكانية، مما أدى لسقوط الكثير من الضحايا بين قتيل ومصاب، بينهم نساء وأطفال، بالإضافة إلى نزوح جماعي لسكان المدينة وانعدام الخدمات العامة فيها. حاليا ينتظر أبناء المدينة جدية التحالف والقيادة السياسية في وضع حد لمأساة المدينة وحسم أمر تحريرها من الميليشيا، في ظل تساؤلات عن الدور المرتقب لتعز في التحولات السياسية والميدانية الجارية. أرحب بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ولكن قبل أن نبدأ أستاذ وليد بأسئلتنا أو بمحاورنا، نذهب لمشاهدة هذا التقرير ونعود بعد ذلك. مشاهدينا، تقرير قصير ونعود إليكم. كانت تمد ظلالها كحارس أبدي على تعز، المدينة المكتظة بالحلم والبشر، القاهرة، القلعة التي نالت نصيبها من الدمار الذي طال المدينة بعد أن استخدمتها ميليشيا الحوثي موقعا لقصف الأحياء السكنية. ما تبقى من آثارها المدمرة سيظل شاهدا على مأساة تعز. تمتد فصول مأساة هذه المدينة لأربعة أشهر خلت لم يختلف فيها مصير أبنائها عن قلعتهم التاريخية كثيرا. تقرير محلي صدر في مطلع يوليو الجاري يبين حجم مصاب هذه المدينة، حيث بلغ عدد القتلى من المدنيين 367، بينهم 65 طفل و39 امرأة، بالإضافة إلى 4103 جرحى بينهم نساء. ناهيك عن الدمار الذي طال مبانيها. وصلت الانتهاكات التي قامت بها ميليشيا الحوثي لأكثر من 17,000 انتهاك تم توثيقه، توزع بين القتل والاختطاف والاعتداء والتدمير. يعيش أبناء هذه المدينة ظروفا قاسية من النواحي المعيشية والصحية المتدهورة جراء الحرب، أدت إلى حرمان الأطفال والنساء من الرعاية الصحية، إضافة إلى حرمان ذوي الأمراض المزمنة مثل مرضى السل والفشل الكلوي من الرعاية الطبية، ما دفع بمستشفيات تعز لإطلاق نداء استغاثة لدعمها بالأدوية والمواد الطبية الأساسية. وعلى مسافة غير بعيدة من عدن المحررة، تشتد حدة المواجهات في تعز بين المقاومة الشعبية وميليشيا الحوثي، مع ورود أنباء أن وحدات من الجيش دخلت خط إسناد المقاومة الشعبية. لكن هذه المسافة قد تطول في أذهان الساسة وتفكيرهم في مسألة تحرير تعز، رغم ارتفاع الأصوات المتسائلة عن موقع تعز في التحركات السياسية الجارية. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وجد الترحيب بكم وبضيفي هنا في الاستوديو الصحفي وليد البوكس، كما سيكون معنا عبر الهاتف أيضا الأستاذ عز الدين الأصبحي، وزير حقوق الإنسان وصحفي فهد سلطان، وكذلك الناشط السياسي حمزة الكمالي. البداية من عندك وليد، برأيك كل ما حدث لتعز وما سمعناه من انتهاكات ومن جرائم يقوم بها الحوثي على مدار 4 أشهر تقريبا، ولكن يعني كما كانت تعز قوية في سلميتها، يعني الآن هي قوية في مقاومتها، ما العوامل التي جعلتها قوية في الحالتين؟
أولا إذا تحدثنا عن تعز وطبيعة تعز قبل أن نتحدث عنها، أيضا نحن نترحم يوميا وعلى مدار الساعة على الضحايا والشهداء والمدنيين والنساء والأطفال الذين يتساقطون يوميا تحت رحى هذه الحرب والمواجهات والاقتتال الشرس. إذا ما نظرنا للطبيعة الجغرافية لتعز أيضا لا يمكن أن، أو أنا لا أريد أن أبت بالموضوع باكرا، ولكن لا يمكن أن تنتصر الميليشيا في جغرافية كتعز أولا. ثانيا أثبتت أيضا صمود المقاومة، أثبت حتى الآن بأن مستعدة أيضا المقاومة أن تصمد في تعز، ربما أيضا ليس لأشهر، لأسابيع أو لأشهر أو ربما لسنوات. والدليل على أن المقاومة أيضا، أنا مطلع أيضا على تفاصيل وأخبار بسيطة، هناك أيضا شباب يقطعون تعليمهم وأيضا أطباء يقطعون أعمالهم وأيضا معلمين وينضمون إلى تباعا إلى صفوف المقاومة. نحن أيضا لاحظنا خلال الثلاثة الأيام الفائتة وبالذات أيضا يوم العيد، لاحظنا ساحة التغيير، ساحة الحرية في تعز ممتلئة تماما، والهتافات وكأننا في العام 2011. هذا أيضا يكشف أيضا أو يقودنا إلى ما هو أبعد من ذلك. المقاومة أيضا في تنسيق دائم مع الجيش النظامي الوطني، وهو معروف بالتالي بقيادة عدنان الحمادي الذي من اللواء 35 الذي انشق، وإذا جاز لنا التعبير أن نطلق عليها كذا، عن من انقلبوا على الشرعية أو عن المؤسسة العسكرية وتواطؤوا مع الرئيس المخلوع والميليشيا. أيضا اليوم أيضا هناك تنسيق أو كما يقال أقفل طريق العناد باتجاه تعز، وتتحدث الأنباء بأن من أقفل هذه الطريق أو هذا المنفذ بالذات هم أيضا المقاومة وعناصر أو أفراد من الجيش الوطني بالتنسيق مع المقاومة في عدن. نحن أمام تطورات ميدانية متلاحقة حتى الآن بما يتعلق بمحافظة تعز، وهناك أيضا أنباء بأن التنسيق جاري على استهداف تجمعات في إب أيضا من قبل التحالف، طيران التحالف، كما حدث قبل ساعة من الآن قصف معسكر الحمزة في إب بخمس طلعات جوية غارات. هذه أيضا من المعسكرات التي تعتبرها الميليشيا والرئيس المخلوع من المخازن التي تستخدمها لضرب تعز. ويجري أيضا التحشيد أو الحشد، وهو دليل على انكسار الميليشيات وعناصر وقوة الرئيس المخلوع في تعز. يجري حاليا التحشيد كما يقال في العاصمة صنعاء بالنداهات بمكبرة الصوت، بتحشيد وحشد مقاتلين لحسم معركة تعز. وبالمقابل أيضا مثلها في الحديدة يقال بأن هناك توجهات لمجاميع مسلحة تتبع الميليشيا في الطريق الساحلي باتجاه تعز، وهذا يدلل على شيء واحد، بأن المقاومة انتصرت في تعز حتى هذه، رغم القصف للأحياء مباشرة، رغم ما يحدث من حصار للمدينة، رغم استنزاف كل مقدرات المدينة كمدينة لكل الناس ولكل المجتمع اليمني العايش في تعز. هناك أيضا ضرب للبنية التحتية بشكل أو استهداف بشكل ممنهج، المستشفيات لم تعد تعمل، هذه المستشفيات بشكلها الطبيعي، لا يوجد إلا مستشفيات قليلة جدا وربما هي الأهلية التي تحظى أيضا ببعض من الأكسجين، أنابيب الأكسجين وقرب الدم، بينما لو لاحظنا حتى المستشفيات قصفت آسيا حتى صحيح. نعم. سنذهب يعني نترك للوضع الصحي محور لحالة. نعم. من كثر التداعيات التي تنصب في هذا الموضوع، واسمح لنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف الصحفي فهد سلطان. مساء الخير فهد. مساء الأنوار، مساء المشاهدين جميعا. أهلا بك أستاذ فهد. بداية أستاذ فهد، يعني ليلة ليست بالهينة مرت عليها تعز وهي تقصف من أكثر من خمسة مواقع كما تحدثت بعض الصحف بالمدافع، لكن اليوم تحققت مجموعة من الانتصارات خاصة في جبل صبر، هل حدثتنا عنها؟ مدينة تعز هي لم تكن هي المرة الأولى التي تقصف بها بتلك الطريقة الوحشية التي حصلت يوم أمس كذلك اليوم، وفي فترات سابقة مدينة تعز تتعرض لأبشع هجوم ولأبشع قصف من قبل جماعة الحوثي وقوى صالح منذ
ثلاثة أشهر حتى الآن، حجم الدمار الذي يصال المدينة ربما أكبر بكثير مما تعرضه الصور حتى الآن. وضع المدينة بشكل غير عادي، ولكن حقيقة الأمر لا زالت كثير من المواقع التي يتمركز فيها الحوثيون حتى الآن يعني بين كر وكر بينهم وبين المقاومة. مثلا في جبل صبير في منطقة المحراث كان هنالك اليوم تقدم للمقاومة وسيطر على عدد من الحداب من بين 5 حداب التي تسيطر على المنطقة حسب ما وصلني قبل قليل. موضوع تعز من الناحية السياسية، هي مسألة عض الأصابع أو عض بين الطرفين. الآن تحاول جماعة الحوثي ويحاول علي عبد الله صالح الآن، وخاصة بعد الأخبار التي تحدثت عن أنه ربما ينوي أن ينتقل إلى الخارج، في حين أنا أعتقد أن هذا ليس صحيحا، ولكن هنالك محاولة للضغط من خلال الحشد الذي يقوم به في هذه اللحظة من أجل أن يحصل على مبادرة سياسية. الآن ربما طرحت أو طرحت دول التحالف أمام علي عبد الله صالح أمام الحوثيين شروط عليهم أن يلتزموا بها أو أن ينفذوها، وهو ما يرفضه علي عبد الله صالح، ويحاول من خلال هذه الحشود التي خاصة بعد سيطرة المقاومة على مدينة عدن بشكل كامل، وهي الآن في اللحظات أو اللمسات الأخيرة، وربما ستتجه الأمور نحو لحج والضالع ومدينة تعز بشكل بعدها بشكل مباشر، فهو الآن يحاول بطريقة أو بأخرى من أجل الحصول على مبادرات جديدة. طيب يعني أستاذ فهد، عادة يتعرض علي عبد الله صالح وقوة الحوثي في هذه الأثناء. أستاذ فهد، يعني ربما السياسيون يتحدثون في ملعبهم، ولكن المقاومة تتحدث في ملعب الواقع. يعني كيف ستكون ردة فعل المقاومة إن فعلا وجد حل سياسي في ظل ما تدفعه يوميا من خسائر مادية ومعنوية أيضا؟ أتفق معك كثيرا. في حقيقة الأمر حتى الآن طريقة التعامل مع المقاومة ودعمها لا زالت فيها ملاحظات كبيرة، لا زال كثير من المتابعين يرون بأن هذه الطريقة التي يتم التعامل بها مع المقاومة وخاصة في مدينة تعز وحتى في مدينة عدن من قبل ليست هي الطريقة الصحيحة الطريقة الطبيعية التي يمكن أن تحسم بها قضية الحوثيين. هنالك من يعتقد أو من يذهب إلى أن الحكومة تعتمد على طريقة استنزاف الحوثيين، بحيث إذا تم هنالك سيطرة قادمة يكون الحوثيون في وضع صعب أو يكونوا في بطريقة سهلة، لكن في حقيقة الأمر هذا القضية مكلفة، وهي كما ذكرنا تعرض المواطنين وحياتهم وتعرض البنية التحتية كما يحصل في تعز وكما حصل في عدن قبل ذلك، وضع غير عادي. وبالتالي أنا يعني دعم المقاومة بصورة حقيقية هو سيشتت، يعني مثلا الآن إذا تم دعم المقاومة في آذان وكذلك دعمها في تعز بشكل أوسع مما يحصل الآن وكذلك في مدينة عدن وفي الضالع وفي لحج، فيتشتت الحوثيون وسيشعرون بأنهم غير قادرين على طيب برأيك أستاذ سيكون سقوطهم سهلا وبطريقة أكثر. طيب برأيك أستاذ فهد، يعني لماذا نسمع يعني أن المقاومة انسحبت من موقع بعد أن سيطرت عليه؟ هل لهذا الأمر حسابات تكتيكية عسكرية أم بسبب نقص الدعم العسكري؟ لا، الذي يعرف بالنسبة لمدينة تعز، نحن نتابع مثلا عدد من الردود حول الاعتراض على وضع مدينة تعز والانسحاب الذي يحصل للمقاومة، لكن الذي يعرف طبيعة وتركيبة ومدينة تعز أو حتى شوارعها يعرف أو يدرك لماذا يحصل هذا التراجع أو ربما كلعبة الشطرنج بين المقاومة. المقاومة لا زالت حتى الآن تواجه بالحد الأدنى أو بطريقة ليست بالحد الأقصى بسبب وضع المدينة، تركيبتها بسبب وضع المدنيين، بسبب صغر الشوارع داخل هذه المدينة، بسبب أن الحوثيون يقتلون بشكل عشوائي وبشكل جنوني دون مراعاة لأي شيء. المقاومة يعني إذا أرادت أن تتحرك بالطريقة التي يتحرك بها الحوثيون تستطيع أن تحسم، ولكن سيكون هنالك يعني دمار كبير، وسيكون هنالك كلفة سيدفعها المواطنون بشكل أكبر وبشكل أكبر. طيب أستاذ فهد، يعني هناك حديث عن عملية قادمة مثل عملية السهم الذهبي التي حررت أجزاء كبيرة من عدن، هل هذا الأمر صحيح؟ يعني عملية قادمة في تعز؟
حتى الآن هذه تظل وعود، وتظل حتى الآن لا يوجد تصريح رسمي أو يوجد وعد حقيقي، لكن تظل هذه وعود. الطريقة الصحيحة لماذا يتم دعم المقاومة أو عملية التحرير بالتقسيط بهذه الطريقة التي تجري؟ إذا تم دعم المقاومة في كل الجبهات، في تعز وفي لحظ وفي الضالع وفي حتى في آزال وفي يعني وفي عدن بطريقة كبيرة، والتحالف قادر والشرعية أو الشرعية الرئيس عبد الرب المصهدي قادر على فتح كل هذه الجبهات ودعمها بشكل يعني بشكل واحد، تستطيع أن تشتت الحوثيين وقوات طالع بشكل سريع وحاسم سريع، ولكن لا ندري حتى اللحظة، وهذه من الملاحظات التي لا نعرف ما هي الحسابات التي تجعلهم يتعاملون مع دعم المقاومة بهذه الطريقة، رغم كما سبق أن قلت بأن هذه الطريقة دعم المقاومة بالتقسيط هي عملية مكلفة، استنزاف يعني للمقاومة، صحيح، مرهقة للجميع. إذن شكرا لك الصحفي فهد سلطان، كنت معنا عبر الهاتف. عودة إليك وليد. تحدث الأستاذ فهد عن سوء دعم المقاومة، واستاء كثيرا من حتى وإن كان الغرض استنزاف الحوثيين، ولكن بالمقابل هناك دمار غير عادي للمدينة، هناك كل يوم خسائر بشرية على مستوى المقاومة وعلى مستوى المدنيين، حيث أن الحوثيين لا يفرقون بين مدني ومحارب. برأيك ما هي عوائق الحاسم في تعز؟ نعم، طبعا المقاومة لا يمكن أن نقول بأنها لم تدعم، هي دعمت في تعز بداية، حتى تشكلت نواة المقاومة وعرف الجميع في الداخل والخارج من هي المقاومة في تعز. حاليا أيضا المقاومة هي أيضا بحاجة إلى إسناد وليس دعم قطعي، بحاجة إلى إسناد من أيضا ممن تبقى داخل تعز وفي محيط تعز. الوضع القائم أيضا لا يتطلب فقط دعم حتى على مستوى العسكري على سبيل المثال، أيضا يتطلب الدعم على المستويات الأخرى، المستويات الاجتماعية، المستويات الإعلامية، المستويات أيضا التنسيقية بين المدن والمحافظات. على سبيل المثال عندما أقفلت المقاومة وهي بسيطة وتشكلت بشكل في إب، ايضا توقفت الطريق او الدعم الذي كانت تتقدم من خلاله الميليشيا. هذا ايضا عندما توقفت ايضا جبهه الضباب حسمت لنقول امرها. طيب استاذ وليد، يعني في عدن وراينا كيف تم الحسم عن طريق اسناد بري من البحر، هل يمكن أن أيضا يكون هناك إسناد عن طريق المخامة؟ نعم، ولكن هو مختلف قليلا، عفوا مختلف قليلا، ربما لأن عدن مساحة مفتوحة، عدن مساحة مفتوحة، وبالتالي أيضا في عدن كانت هناك قيادة المنطقة الرابعة، وهنا قادة أيضا خاضوا حروب في السابق، أيضا العميد واللواء عبد الله الصبيحي بالضبط، اللواء الشدادي على ما أذكر، أو محسن اليافعي، نعم، نائب هيئة رئاسة هيئة الأركان. بالتالي أيضا تعز حاليا يوجد أيضا، نحن أيضا لاحظنا ما الذي اللواء 35 الذي، لكن كانوا أيضا على عدد الأصابع الذين ضموا أيضا للمقاومة، وبالتالي نحن أيضا أمام خطوات المقاومة تقوم بها على ما يبدو أيضا داخل تعز على مراحل متعددة. هي حررت أكثر من ولكن ما أنهك المقاومة في تعز هي الدبابات المتمركزة على بعض التباب كالتي في نادي الصقر، وأيضا التي في منطقة سعبات على سفوح على على سفوح بعض التباب لجبل صبر. في هذه المنطقة أيضا هي تقصف إلى المدينة، وتلك التي في نادي الصقر تقصف إلى الموقع الذي حرر البارحة ومنذ يومين المحراز هذا في جبل صبر في بشرة وحدنا. ينضم إلينا أيضا في هذه الحلقة وزير حقوق الإنسان عز الدين الأصبحي. مساء الخير أستاذ عز. مساء النور، اهلا وسهلا بكم، كيف الحال؟ نحمد الله. استاذ عز الدين، يعني عمليه السهم الذهبي ربما اتت ثمارها اليوم في عدن بوصول اولى سفن اغاثيه للمواطنين هناك. ربما التساؤل، هل هناك خطه للحكومه بتحويل عدن قاعده صلبه لتحرير بقيه المدن؟ شكرا جزيلا. اولا كل عام وانتم بخير، وسعدنا بخير الى اعياد وبهذه الخطوات خطوات النصر باذن الله باذن تعالى. ما حدث في عدن حقيقه هو المقدمه الاساسيه لتحرير باذن الله اليمن كله من هذا المشروع.
الانهزام والعنصري، واعتقد بان عدم قدرها ان تكون دوما هي مفتاح الحل والسلام ومفتاح الرجوع الى اليمن بشكل كامل. الحكومه تعرف تقريبا من خلال قاسمها الذي وصل بعدم نظام القدر العمل التجاري. دعوني أطمن أيضا المواطنين في سلسلة التعدد الداعم بإذن الله سفر سلسلة كوبنهاجن السابعة. أستاذ عز الدين. نعم. إذا يعني هناك أحاديث كثيرة عن أن تعز هي الخطوة القادمة للتحرير بعد يعني انتقال جزئي للحكومة في عدن، هل ذلك صحيح؟ طبعا أولا من حيث مسألة استمرار عملية التحرير لبقية المحافظات أمر وارد، هي نحن ولكن أعتقد الخطوة القادمة لإكمال خلال النقص في مسألة المخاش كعدن كميناء كسواحل خديجة إلى كافة منطقة الرابعة العسكرية على قدم وساق. عدن كانت في المساحة الرئيسية على الأقل في العملية المؤسساتية على المستوى الدولة. الآن الاجتماعات بالنسبة لإكمال بقايا العملية المؤسساتية والإدارية في تحويل لجنة الإغاثة إلى عدن، تحويل العملية الإدارية على عدن، تحويل المواصفات الإسلامية التشريعية اليمنية من عدن، وبالتالي نستطيع أن نقول بأن بناء المؤسسة والإدارة وليس فقط مساله التحرير تتم عبر عدن. مثلا في اول فتره اصلاح المؤسسات السريعه تتناول فقط 24 ساعه، غدا تصل اول باخ اول سفينه ثاني سفينه واول طائره ايضا تصل المملكه العربيه السعوديه ومستثمرات، بالتالي تم التدخين في العمليه الاساسيه والتدخين في العمليه العسكريه على المحافظات. نتمنى بالفعل ان تكتمل خلال الايام مساله انتصار تعز حتى تكتمل عقد التحرير لان ذلك التحول الاشتراكي في العمليه. استاذ عز، يعني كونك وزير حقوق الانسان ربما انت اكثر اطلاعا بحاجة تعز أو وضعها الإنساني المزري يعني في جميع الجوانب، ربما أجلها الجانب الصحي، هناك قصف ممنهج للمستشفيات، هناك يعني قلة أو انعدام للمواد البسيطة، ما بالك بغرف العمليات وتجهيزها أيضا، يعني حتى على مستوى المستشفيات التي يعني هناك إطلاق لنداء استغاثة من المستشفيات بأنها وصلت إلى مرحلة عدم الفاعلية، أضف إلى طبعا انعدام الماء والكهرباء والغاز إلى ما لا ذلك. للأسف تعز تعيش عملية حصار ممنهجة حقيقة، وهي أكثر المدن الآن بعد عدن الذي تأدت بشكل مباشر مسألة الحصار الممنهج من قبل هذه الميليشيات. دعوني أوجه تحية فعلا للجهود الجبارة التي يقوم بها المقاومون في عدن، ليس فقط المقاومة الشعبية المسلحة ولكن المقاومة المدنية الباسلة التي يقوم بها الأطباء والمشرفون والمجتمع المدني. هؤلاء لا يتلقون أي دعم منا، صعب علينا تقديرهم العون خلال الفترة الماضية، ولكنهم هم حقيقة من يقدموا نموذج رائع، ولولا صمودهم لما كان نجاح المقاومة المسلحة. صحيح. خلال الايام القادمه اتمنى بالفعل ان نفك هذا الحصار، للاسف ليس هناك امل في مساله التفاهم مع قوى غاشمه على الارض عبر فك حصار عسكري لهذه المدينه حتى تستطيع ان تتنفس، واتمنى بالفعل خلال الايام القادمه ان تاتي اخبار ساره في هذا الموضوع. مساله العون الصحي هو في مقدمه الامور، ولكن تعز ايضا كارثه مرتبه بحكم اولا السكانيه الكثيره، انعدام المياه وضرب البنية المؤسساتية الخاصة بالكهرباء حقيقة مؤلم، صالات أن ضربت، نحتاج إلى أشهر طويلة، ولكن أتمنى خلال الأيام القادمة أن تأتي انفراجة عبر الإطار العسكري الذي يسمح بوصول الإغاثة المباشر سواء من عدن. هناك خطة لديكم في هذا الجانب الدخول على الأقل المواد الإغاثية؟ هو أول خطوة الأساسية في كافة الحصار العسكري، نتمنى رغم أنه لست مقولة عن الجانب العسكري الدقيق، ولكن لدينا يعني مؤشرات ممتازه باذن الله. واما في الجانب الاقتصادي في عدن خلال اليومين القادمين، هي عمليا بدات من البارح،
ولكن في اليومين القادمين سيكون هناك قرارات سياسيه وقرارات تجاريه في مسألة تكون عدن خطوة الأساسية لتقسيم الأنفاق ودراسة كيفية اتصالها إلى بقية المدن بأسرع ما يمكن. سيؤسس إلى ذلك لجنة داخل عدن، سيتم العمل لجنة الإغاثة من داخل عدن، هذا سيسهل مسألة التواصل الميداني مع المحافظات المنصوبة وخط تنتعش، لكن أتمنى بالفعل على الجميع أن تركز لتعز كيفية تقسيم الحقن الممكن عبر هذا الجهد الجميل للأطباء، هم أصدقائنا جميعاً تعلمون مجتمع المادة تعملون ذاتية، نتمنى أن ندعمهم خلال الأيام القليلة القادمة بما يمكن أن نعمله حتى فقط نجد هذه الانفراجة العسكرية الخارجة عبر الشواطئ وتصل لهم بعد ذلك المواد الغذائية داخل المنظمة، هناك أيضاً إغاثة سريعة سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي، وفقط فوق هذا الحصار ممنهج والقاتل الذي تعاني من تعز ولم تعاني مدينة أخرى في الصدور. صحيح، إذن شكرا لك لمشاركتك معنا في هذه الحلقة وزير حقوق الإنسان عز الدين الأصبحي، كنت معنا عبر الهاتف. عودة إليك وليد، الوضع الإنساني سيء جدا في تعز، وكنت قد بدأت الحديث عن الوضع الصحي، ربما تناولنا جانبا منه مع دكتور عز الدين الأصبحي. برأيك لما تتعمد الميليشيا يعني بضرب الأهداف الحيوية التي ربما يعني هي إنسانية إلى أبعد مدى؟ يعني هناك ربما يعني يلاحظ المواطنون في تعز كمية الحقد التي تتعامل بها الميليشيا تجاههم. أولا أيضا نريد أن نذكر بأن المقيمين في مدينة تعز أساسا هم أيضا من كصنعاء كعدن كهم أبناء اليمن بشكل عام، ما يضرب الآن أو ما يقصف البنية التحتية، البنية اليمنية الوطنية، المستشفيات، المدارس، على سبيل المثال منذ يومين تعز أيضا تعيش بدون اتصالات، ضربت في بعض الأحياء أيضا شبكة الإنترنت، يجري أيضا، وهذه أيضا إذا نظرنا لها من زاوية أخرى بأن هذه أيضا خسائر الميليشيا التي تكبدها أيضا تفرغ أحقادها في اتجاه آخر، فتقصف وتحاصر وتضرب بحد المدنيين والأحياء، فهذه أيضا بأنها موجوعة، إذا ما قرأنا بهذا الشكل فالميليشيا موجوعة. التقرير أيضا والأرقام القادمة من تعز مؤلمة للغاية، ما يقارب 365 أيضا شهيدا سقطوا بينهم أطفال ونساء، 65 طفل بالضبط، هذه دماء يمنية ليست فقط تعزية، ليست فقط لحقية أو ضالعية أو عدنية أو صنعانية أو من صعدة، هذه دماء يمنية. أنا أعرف أيضا في تعز من كل المناطق اللي من كل المحافظات اليمنية، يعني في كل بالضبط محافظة ومتداخلين مع بعض ومتزاوجين بالضبط. بالإضافة هؤلاء السكان أيضا على الجانب الآخر المنشآت الحكومية والرسمية أيضا، البريد، المالية، المقرات، المستشفيات. الآن قبل ساعة من دخولنا إلى الاستديو هناك معلومة تقول بأن الميليشيا حولت مؤسسة الجمهورية، وهذه من أعرق المؤسسات في البلد، إلى سكنة عسكرية وتتمترس وتنتظر قصف الطيران أو المقاومة، هذا بعد أن توقفت لها قرابة شهر تقريبا فيها وتعود منذ فترة. وبالتالي من لماذا هذا الإحراق؟ لماذا تدمير تعز؟ لماذا تدمير صعدة؟ لماذا من الذي يدفع بالبلد إلى هذه المحرقة أساسا؟ إذا ما قارنا في السنوات السابقة أو في الأمور سلمت أو وصلت إلى مرحلة معينة حتى الناس لا يوجد يعني البلد. ربما لو كان يعني لمس الناس حس وطني حقيقي نعم. لدى هذه الجماعة ربما التفت نحوها، لكن يعني الشعارات الكاذبة التي خرجت بها بداية بالضبط يعني نعم. كيف انقلبت سريعا على نفسها وهي تقود مغامرة ومغامرة أيضا غير مدروسة غير محسومة غير حتى هذه اللحظات. أيضا أريد أن أقول أيضا بأن ما ينتظر أو ما تبقى من في تعز أو في غيرها من المدن نريد أن نتوقف عند هذه النقطة بالذات، نريد أن نتوقف أن نحافظ على ما تبقى من الدماء اليمنية، نريد أن نحافظ ما تبقى من البنية التحتية في تعز أو في عدن. أيضا فقط بحكم إذا كان الوزير يسمعون أو لا الأستاذ عز الدين، لطالما عدن أو محافظة عدن الآن شبه خالية من الميليشيا وستتحول بهذه الأيام أو بدأت من اليوم إلى محافظة خضراء تنطلق منها العمليات الإغاثية، نريد أيضا وقفة جادة لما يحدث في تعز. أيضا نريد المجتمع الدولي ينظر إلى تعز، وهي قريبة منها يعني نعم. لابد أن الجرائم التي ترتكب آسيا في تعز عندما تتحول الضحايا إلى أرقام تفقد معنى، الضحية يفقد قيمة إنسانيته ويفقد قيمة
حتى الوطن ايضا تصبح النقمه او الهروب من الوطن اكثر مما اكبر دافع من بالضبط. ونريد ايضا من الحكومه او من القائمين على هذا الجانب المسارعه نحو انقاذ تعز مما لان الوضع ربما لم يعد يحتمل المزيد من الخسارات. بالضبط. إذا أيضا حتى على مستوى اسمح لي يعني وليد حتى على مستوى نقل الصورة يعني اسمح لنا نجد صعوبة يعني هو ليس فقط حصار المحافظة عزلت تماما بالضبط يعني بعد قصف الاتصالات كما تفضلت يعني انقطعت النت والاتصالات مما صعب علينا إحضار ضيوف من الميدان في هذه الحلقة هذه سماع يعني شهاداتهم. نعم لا تقرأ إلا من زاوية واحدة فقط ولا يمكن قراءتها خارج السياق بأنهم يريدوا أن يعزلوا المحافظة تماما أو مركز المدينة وتقام فيها مجازر أبشع مما هي الآن. وبالدليل أنت عندما تعزل مركز مدينة أو محافظة مركز محافظة وتقصفها بالدبابات ماذا تنتظر؟ ولم تخرج صورة من تعز حاليا منذ اليومين السابقين لتقول الناس ما الذي يحدث في تعز. هناك جثث في الشوارع، هناك أيضا مدنيين، القنص مستمر، القنص مستمر في قلب المدينة. إذن ينضم إلينا أيضا عبر الهاتف الناشط السياسي حمزة الكمالي. مرحبا بك حمزة. السلام عليكم. تفضلي. وعليك السلام حمزة. يعني كيف تقرأ الوضع السياسي في تعز يعني في ظل الحديث عن تحركات باتجاه تحرير المدينة بعد تحرير جزئي ومهم لعدن؟ ليس تحرير جزئي لعدن، عدن تم تحريرها بشكل كامل. نحن نتحدث عن جيوب عصابية، نحن لا نتعاطى مع جيش دولة نظامية، نحن نتعاطى مع عصابات. صحيح. قاعدة مثل تنظيم داعش، هذا التنظيم يمتلك جيوب يمكن أن يفجروا ويستهدفوا المدنيين ويتم التعامل. على الجانب الآخر الوضع تعز خلال الأيام القادمة سيكون هناك إن شاء الله مفاجآت في تسر أبناء تعز، يتم حسم المعركة، الناس تبحث عن الاستقرار، تبحث عن الأمان، وهذا ما سنعمل عليه خلال الفترة القادمة. الأهم من ذلك أن يتم دعم المقاومة بشكل كامل وكافي. عند دعم المقاومة، اسمح لي حمزة بالمقاطعة، يعني كان سؤالي التالي هو هل ترى أن التحالف والحكومة جادان في دعم المقاومة هذه المرة؟ التحالف والحكومة جادان منذ اللحظة الأولى. هناك بعض المشاكل الفنية يتم معالجتها، لكن بصراحة هناك جدية، وسيكون هناك أمور ترونها في ثلاث مدن رئيسية في لحج وعدن وأبين وتعز. هذه المدن الرئيسية بالإضافة إلى عدن التي تحدثت عنها هي مدن مفصلية في حسم معركة استعادة الدولة، وأعتقد أن الدعم لن يقتصر فقط على الجانب العسكري، سيكون دعم في الجانب الطبي، للجانب الإغاثي، للجانب الغذائي، لأننا لا يكفينا فقط أن نقوم بإحلال المدن عسكريا، يجب أن نقدم خدمات الدولة، وهذا ما تسعى له الحكومة على قدم وساق، وما نراه في عدن خلال هذه الأيام. إذن يعني لكن هناك من يطرح حمزة بأن أمر حسم المعركة ربما كان مرهون بحسابات سياسية وإقليمية. خاطئ، هذا كلام خاطئ. من أين هي؟ هذا كلام خاطئ تماما. ما هي وجهات النظر الأصح؟ هناك هذه خطة محددة تم تجريبها في عدن ونجحت بفضل الله. ولكن أليست 4 أشهر كثيرة حمزة، يعني خاصة في ظل الحصار المادي والمعنوي والغذائي والصحي على المدينة؟ يعني في نهاية الأمر من الذي يستنزف؟ الأمور مفهومة، نحن نتحدث عن بناء جيش جديد، وهذا الجيش سينبثق من المقاومة الشعبية. هذه المقاومة الشعبية تم ترتيبها وتنظيمها لتكون جاهزة من أجل هذه اللحظة. لم يكن هناك أي إعداد أو تنظيم خلال الفترة الماضية، تم التجهيز خلال الفترة هذه ليكون هناك ألوية عسكرية محددة في كل إقليم، سواء في تعز، سواء في عدن، سواء في مأرب أو في أي مكان آخر. الحديث عن أن كان هناك تأخر متعمد أعتقد أنه حديث ظالم وغير منصف، وله حساباته السياسية المحددة. طيب بالتحولات السياسية القريبة التي تبشر بها حمزة، أين تجد تعز في ظل يعني الخارطة السياسية القادمة؟ الموضوع غير لا يتعلق بتعز وحدها او بعدن لوحدها، الموضوع متعلق باليمن باكملها، يجب ان يتم استعاده الدوله والذهاب نحو اكمال مراحل بنود المرحله الاستقلاليه عبر الاستفتاء على الدستور والتصحيح نحو انتخابات رئاسيه وبرلمانيه. اي طريق نسلكه غير هذا الطريق يعتبر طريق خاطئ، لان لدينا مخرجات ثور وطن يجب ان نلتزم بها، بالاضافه للقدره الخليجيه. تعز سيكون لها مكانتها بالتاكيد على المستوى السياسي، اعتقد انه وضع تعز
النضالي وضع لها مكانها المحدد بأن تكون هي بوصلة العمل الوطني في اليمن. المدينة سيكون لها وضعها ضمن إقليمها الجند الذي سيكون أحد الأقاليم الستة الذين سعى نحن بتثبيتها عبر العمل خلال استعادة الدولة في المرحلة القادمة إن شاء الله. إذن شكرا لك الناشط السياسي حمزة الكمالي، كنت معنا عبر الهاتف. عودة إليك وليد. أنت وجهنا يعني تحدثنا نحن عن الوضع الصحي والمأساوي الذي تعيشه تعز، لكن هناك أيضا جانب الانتهاكات الحقوقية التي تطال يعني كثير من الناس خاصة في تعز. هناك عمليات قنص كما تحدثت، هناك عمليات اختطاف، هناك عمليات يعني اعتقالات، ولا يخفى عليك يعني كثير من الأسماء، وعمل بلقيس في الفترة الأخيرة للتنويه بعمل اختطافات أظنه عمل جيد لمتابعة وملاحقة الأسماء التي كل يوم يعني والقائمة تزداد اسما للأسف. كيف تتحدث عن هذه النقطة؟ في الحقيقة في ظل الحرب، أو هي قاعدة شهيرة أيضا، الحرب لا أخلاقية، فما بالك عندما تكون حرب ميليشيات أو عصابات استنزافية، عصابات على كل المستوى، أو تأتي تنسحب الحرب أولا من المواجهات المسلحة وجها لوجه أو موقع لموقع، لكن أيضا هي انسحبت الآن على المدنيين، انسحبت الآن على الحقوقيين، انسحبت أو فرغت تماما. ليست تعز فقط، ولكن تعز الآن أشد، حتى قونس صحفي زميلنا طه صالح أي مصور نتمنى له السلامة وأن يعود إلى عمله خلال الأيام، وقبله أيضا اعتقل صحفيون. لكن التقرير على سبيل المثال الذي ذكرناه في بداية الحلقة ربما هو أورد أرقام من ضمنها 17 حالة انتهاك، 17 ألف طبعا. هذه أيضا الأرقام أنا شخصيا من وجهة نظري الشخصية آسية أتوقع بأنها الضعف، يعني لا تنسى أن التقرير أذن قبل فترة يعني من تلك الفترة وحتى الآن بالضبط، ولكن أيضا أتوقع الضعف لسبب واحد، لأن المدينة كل يوم أو كل فترة أيضا تعزل أكثر، أيضا كل فترة من فترة من أسبوع إلى أسبوع تشتد نقمة الميليشيا ضد المدينة وضد أبناء المدينة، تحدث انتهاكات أيضا لا تقيد الآن حاليا، والدليل على ذلك بأن المجتمع المدني لم يعد حاضر، لم عقدت إحدى المنظمات مجتمع مدني في تحت في بطن الأرض في بدروم في ظل تعتيم، واستطعنا أن ننقل جزء منه فقط تصريحات قبل أسابيع أيضا هذا. وبالتالي ما الذي نتوقعه من حرب طاحنة ضروس مستعرة ضد مدينة تعز؟ وأيضا نطلع أو نعلن بعض الأرقام والانتهاكات التي تحدث، وهذه أيضا الحرب بالمناسبة تدخل أيضا بعد أيام شهرها الرابع، وبالتالي والمعركة أيضا لم تتزحزح. نحن أيضا أمام، هل حقيقة ستظل الأرقام كما هي؟ لا يمكن، والدليل على هذا الكلام بأن المعركة تتوسع، المعركة أيضا تتشعب من حي إلى آخر، تتوسع من موقع ربما المعركة. أيضا ما كان يتفرج على الميليشيا سينضم إلى المقاومة لأن صبره سينفد في نهاية العمل، وتعزيزات أيضا للميليشيا تجري على قدم وساق. نحن أمام مجازر حقيقية تحدث في تعز على كل المستويات، ولكن هل كما قلت لك في السابق، هل من يعي ما الذي يحدث لتعز، ما الذي يحدث للوطن بشكل عام؟ هل هناك من في صدره قلب ينبض لما يجري لليمن حاليا؟ هذه دماء يمنية، نحن لم نشاهد اليمني على الإطلاق هو نازح يحمل حقيبته ويرحل، لم نشاهد مشاهد مؤلمة. نعم، لم نشاهد اليمني طيلة التاريخ عموما آسيا، لم نشاهد اليمني في مخيم للاجئين حتى في الحروب السابقة، لم يذهب بالضبط، على الأقل كانت القرى مؤمنة، الآن لا شيء آمن، سقطت كل الأعراف، سقطت كل الأخلاقيات، سقطت كل العادة. نشاهد نساء تقنص، امرأة في الشارع تقنص، أنا شاهدت وربما أنت والزملاء جميعا نشاهد فيديوهات من أبشع ما حدث. ليس فقط لن نحمل فقط الميليشيا أو المقاومة أو الطيران، نحن نحمل من أشعل الشرارة الأولى، من الذي دفع بالبلاد إلى هذه المحرقة وإلى هذه المقتلة، وظل ينتظر
في كهوف مران او في بدرومات صنعاء وهم معروفين تماما. ايضا بس اريد ان اعقل ان اعلق ليس تعليقا وانما مداخله اخيره ربما عن حمزه الذي يتحدث عن مخرجات الحوار. ونحن الان امام واقع جديد. كنت انا يعني لم يسعفني الوقت فعلا. هل ما زال مخرجات الحوار؟ انا الاحظ يعني ليس حمزه فقط، ربما هو كان احد اعضاء مؤتمر الحوار، الحكومه ايضا ما زالت تعيدنا الى مؤتمر الحوار، هل ما زال يعني صالحا للعمل به بعد كل هذه الاحداث؟ نعم، انا مع ايضا احترامي ايضا حتى لاصحاب المرحله الانتقاليه جميعا، نحن ايضا يمنيين اسيا ونعيش في التفاصيل، لا اريد ان ننزه انفسنا او نتحدث من صحيح. من ولكن يجب ان الان حاليا نحن نتحدث والمدن تحرق، نحن نتحدث والانتهاكات خلال الساعات، نحن من سيحاكم هؤلاء قاده الحروب وامرائها؟ من الذي سينقذ البلد؟ هل سنعود نتحدث عن أقلمة؟ سنعود نتحدث عن مخرجات؟ هذه أيضا كنا نحن مشاركة سياسية. بالضبط، نحن الآن يجب أن ندين القاتل، يجب أن نعرف، يجب ربما أن نعرف. يعني الخطأ يعني وكما تحدث لا نحمل يعني الأخطاء يعني طرف واحد، ولكن السماح لميليشيا بدخول مؤتمر الحوار وإتاحة الفرصة لها جعلها تتجبر يوما بعد يوم. أو لسنا احنا ولكن اليمنيين بشكل عام كانوا حالمين بعد ثورة سلمية، سمحوا بكل في بمؤتمر الحوار، سمحوا في الفترة الانتقالية، سمحوا بتشكيل حكومات وليس حكومة، حكومة وحدة وطنية ومن ثم حكومة شراكة. ولكن الآن اليمنيين لا يوجد بيت في اليمن لم تدخله طلقة رصاص، لا يوجد بالضبط لا يوجد منزل في اليمن لم يهدم على يعني أغلب المنازل حاليا. إن لم يكن أخي أو لدي أصدقاء، لديك أقارب، لدي هكذا. فنحن أيضا يجب أن نعرف ما الذي يحدث لليمن ومن الذي قاد اليمن إلى هذه النقطة بالتحديد. لن نظل نتحدث عن فترات ماضية عن أوكي نحن مع استقرار البلد. والأصل وليد يعني اسمح لي أنه خلص حدث ما حدث، يفترض أيضا أن نلتفت لما هو قادم. هل سنظل في هذه الحروب؟ لا توجد صحيح. حرب يعني تنهي حرب في نهاية الأمر صحيح، ولكن أيضا تولد الحياة من المقبرة، ممكن تنبت الورود في المقابر أيضا، والأشجار الخضراء تورق في المقبرة. لا ليس بالضرورة أن ليس بالضروره ان اذا التفتنا للحياه واردناها، ولكن نعم يعني في ظل الموت المتكرر هذا ما نريد ان نسلط عليه الضوء ونركز عليه بان ما يحدث الان لليمن لم يحدث على مر التاريخ. اليمنيين ايضا سلموا بكل اجندتهم للفتره الانتقاليه وظلوا ينتظرون، ولكن للاسف داهمتهم الحروب بسبب أشخاص يجب أن يعرفوا ويدانوا حاليا ويحاكموا صحيح. بالضبط. إذن شكرا لوجودك معي وليد البوكس في هذه الحلقة من المساء اليمني. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لمتابعتكم، ما زال المساء مستمر وبمتابعتكم يحلو لنا لذلك في حلقة قادمة. إلى أن نلتقيكم كونوا برعاية الله وأمنه.